مكتب ياسمين الشام. عايزه اقول لكم النهارده عنده شغل عظمه. مساء الخير. مساء الفل. منور الدنيا. قول لي يا حكيم، عايزين نقول للناس احنا فين وعندنا شحن او لا. احنا في العتبه الشوازليه مول القدس. العتبه الشوازليه مول القدس، مكتب ياسمين الشام. مكتب ياسمين الشام، تمام. الدور الثاني، حلو قوي. في اسانسير يا جماعه للناس اللي ما جوش مول القدس قبل كده، في اسانسير. طيب احنا عايزين نقول عندنا شحن ان شاء الله، شحن لكل المحافظات. عدد معين ولا براحتنا؟ من اول قطعه عادي. من اول قطعه، حلو قوي. طيب عامل لنا عروض النهارده ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، وانا شايفه ما شاء الله يا جماعه التشكيل بجد عظمه. طيب هنبدا منين؟ هنبدا من القميص. بسم الله. بصوا يا جماعه بقى، مكتب ياسمين الشام ده عنده احلى لنجري ممكن تجيبيه، وباسعار حلوه جدا على فكره، وخاماته ممتازه، مش هتلاقي الخامات دي بالسعر ده بره. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، بصوا الالوان وبصوا الموديلات، يا سلام. حلو قوي. بصوا هو طبعا متبطن زي ما احنا شايفين كده، الشغل ده طول وجاي كده طبقات، حلو جدا. دي الوانه، بصوا يا جماعه الالوان بتاعته ما شاء الله، حلو قوي. الحماله بتاعته استراس كده، وشغل حاجه محترمه بالوانه كلها بقى، بالنبيتي بتاعه القمر ده الغامق. طيب ده احنا عندنا تشكيله في القمصان دي كده صح؟ طب ورينا. احنا الاسعار عندنا من 210، بيبدا من 210، يعني ده معانا 210. حلو قوي. تسلم. متابعين القناه طبعا لازم تقولي تبع قناه شمال جوهري عشان تستفيدي بالعروض اللي موجوده معانا النهارده في الفيديو. هتلاقي احلى موديلات موجوده النهارده. بصي القمر ده قطعتين، قطعتين جاب وزي بولورو كده يعني. أيوة. بصوا كده، قميص وكاب عليه او بولورو صغنن كده، ده حلو قوي. بصي معانا الكشمير والاحمر والمنت والبيبي بلو، بصوا الالوان بتاعته خطيره، حلو جدا. ده واخد طبقات طول، حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. طيب عندنا الوان كتير وموديلات اكتر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تمام. اهلا متابعين حضرتك، برده 225. 225، حلو قوي ما شاء الله. ده كان سعره 425. 425 نزل ل 225، حلو قوي. بسم الله ما شاء الله، ده في عروض عظمه النهارده. طب هنشوف ايه تاني؟ التاني برده اللي قلنا عليه ده ب 210. كان برده 375. ده كان 375 ونزل ل 210، حلو قوي. ده في خصومات حلوه ما شاء الله. بصوا ده خطير، ده لف كبير. بصوا بصوا عامل ازاي. طب ورينا واحد فاتح شويه. بصوا عشان الموديل يبان. بصوا ما شاء الله، انا عايزه اوريه لكم من ورا، شايفين عامل ازاي خطير، حلو قوي. ويلبس مقاسات حلوه على فكره، في منه البيج والنبيتي والاسود والمنت والكشمير والزيتي، الوانه كلها تحفه، شايفين خطير. بسم الله ما شاء الله. تمام. ده متابعين حضرتك بس ب 360. 360 ده لف جديد. بدل 375 او 390 كان حاجه كده، كان ده رينج السعر بتاعه. تمام، حلو قوي ما شاء الله. تمام. بص ده قمر بقى، بص الظهر بتاعه، استنى، بص الظهر بتاعه اللي هو المفتوح من ورا ده، وبعدين طول، وبصوا القصه بتاعته من تحت مختلفه، شايفين الصدر بتاعه ده للبنات الصغنانين دول، فبيبقى تحفه خطير. ده في منه اكتر من خمس الوان معانا. البيج ايوه الله ده الوانه تحفه. بصوا البيج والموف والجنزيري، وفي الزيتي والنبيتي، الوانه قمر. بسم الله ما شاء الله. ده قلنا بكام؟ 350 برضه للمتابعين. 350 للمتابعين. اوعي تنسي تقولي تبع قناه شماء الجوهري. ده الساتان بقى اللي هو كله ورد وشغل كده، وفي شغل من على الاستاذ هنا برضه، شايفين شغل جوبير كده قمر ما شاء الله، الوانه برضه تحفه. الوانه كتير كمان، في منه الكحلي والمنت والبترولي. كحلي والمنت والبترولي ما شاء الله. تمام. 275. بنقول لكم الاسعار اهو، كل الشغل ده يا جماعه عليه عروض، الاسعار دي مش هتلاقوها في اي حته على الخامات دي. قميص ساده ده خطير، ده حاجه سامبل كده للناس اللي بيحبوا الشغل البسيط. عندنا شغل قمر اهو، والوانه كتير برضو، عندنا الابيض والجراي والموف والكشمير والنبيتي، لا الوانه تحفه ما شاء الله. ده 240. 240 ما شاء الله. تمام. شايفين يا جماعه كل الشغل ده؟ في شغل الوابل الصباحيه والحاجات القصيره بتاعت ليله الدخله، هتلاقوا في شغل عظمه النهارده من عند مكتب ياسمين الشام. بصوا بقى الاصفر لون الغيره خطير، بصوا كده هو واخد الشغل بتاع الريش ده من اول الوسط هنا وطالع كده لاعلى الكتف فوق. ايه اشهر موديل في المحل؟ بالظبط اشهر موديل في المحل. عايزه اقول لكم خطير، ده حلو قوي. ده عندنا منه الوان ثانيه يا حكيم صح؟ بصوا درجه ال خطير، لونه قمر واصفر واحمر، حلو قوي حلو قوي ما شاء الله. ده معانا بكام؟ كان 375. 300 كان 375 نزل ل 300 معانا.
تمام حلو قوي. بصوا كمان ده الستان المنقوش، عندنا اشكال بقى من الستان المنقوش اللي احنا شفناه، وده كمان يعني بصوا هنا من على الصدر طبعا اللي هنا بوش اب. بصوا بقى كمان الشغل اللي هنا خطير، طبقات يا جماعه ما شاء الله تحفه، حلو قوي. دي كده الوان، ومعانا الزيتي، معانا النبيسي، ومعانا الاسود كمان. ده بقى قلنا بكام؟ قلنا 3 الوان 380 بدل 450. حلو قوي بسم الله ما شاء الله تمام. الحمد لله عاليه جدا. اه ما انا بقول ما شاء الله ده خاصه بمتابعين قناه الاستاذه شماء. تسلم، اوعى تنسوا تقولوا تابعوا قناه شماء جوهر عشان تاخدوا الاسعار دي يا جماعه. حلو تقولي احنا تابع كان لسه بيقول لي لو ما قالوش انهم تابعوا القناه انا مش هبيع بالسعر ده. تمام تسلم. بصوا الموديل ده بقى اه استنى نوريهم التفاصيل. بصوا الظهر عامل ازاي وليه استك معاك يا شداد. بصي الشغل، اه بصي الشغل كده ده من تحت، بصي بقى الصدر من قدام واخد كده برضو طبقات تحفه، بياخد شكل الجسم، شكل الجسم بالظبط. ايه ساتان اندونيسي تمام. بصوا الالوان بتاعته حاجه قمر، يلبس تلبيس محترم ما شاء الله، شايفين خطير. كان 475 بقى 425، كان 475 بقى 425 للمتابعين يا جماعه اوعوا تنسوني. طيب معايا ايه كمان؟ ايه الجمال ده؟ كل شغل ده ده قمر. بصوا اه استنى ما تستعجلش عليا، بص شايفين الشغل عامل ازاي؟ بصوا من تحت الصدر شايفين الضفيره، شايفين ال ايوه، وباستك بقى اهو بلبس 85 كيلو ما شاء الله 55. بصي شايفه، انا عايزه اوريك الظهر كمان، يعني بصي مش قطعه، مش قطعه رفيعه من تحت او حاجه من ورا قصدي، لا خطير بسم الله ما شاء الله، واخد طبقات بالظبط، حلو قوي عاجبني والوانه خطيره. بصوا الالوان الراقيه بقى، شايفين الدرجه دي قمر جدا. بصوا الزيتي والبيبي بلو الوانه كلها احلى من بعض، ده غير ان هو فيه فتله كده شغل كده ترتر اللي هو بيلمع ده بلون القطعه شفاف، حلو قوي. القطعه دي معانا بكام؟ بدل 475 425 400، حلو قوي 425. الستان المنقوش مكمل معانا ولسه في شغل منقوش تاني احنا مش هنعرضه دلوقتي. ده خامته اسمها جاكار. جاكار بص الحماله بتاعته، تعالى شايفين الشغل؟ ما في جبير من تحت اهو، شغل جبير من تحت اهو، واخد برده طبقات، طبقه تل وطبقه ستان بالظبط. وبص الحماله بتاعته هنا مش اي حماله، شايفه الشغل تحفه ومكمل معاكي اهو، والحماله تطول وتقصر معاكي من ورا بالظبط، بتاخد الشكل زي ما قلنا. اه بالظبط عندك حماله تطول وتقصر، وفي برده زي ما قلنا ايه من 55 كيلو ل 85، من 55 ل 85، حلو قوي ما شاء الله. والوانه زي ما احنا شايفين، وفي الوان ثانيه. خليني اقول لكم ان الستان المنقوش، اه خليني اقول لكم ان الستان المنقوش عندنا منه اشكال زي ما احنا شايفين كده، كل الموديلات دي يا جماعه موجوده وباسعار زي القمر. عايز اقول لكم بقى ان احنا عندنا تشكيله تحفه، كل دي موديلات معانا، مش هقدر اعرض لكم كل الشغل اللي موجود، لكن انتوا لما تيجوا اتمتعوا واتفرجوا على كل الشغل ده بالاسعار المميزه. شايفين الموديل ده قمر وحكايه، والوانه كلها احلى من بعض. بصوا ده خطير، ده برده ده واسع، هياخد شكل الجسم برده بالظبط، لان هو بصي عامل ازاي وبألوان نزل على الوسع بتاعه بقى، خطير ده. ده معانا منه الاساسي الابيض معاكي، لون ورقه الريشه دي هي اللي بتتغير، لون ارضي اساسي ابيض بالظبط، بقى طالع معاكي لون الورقه، معانا الموف والاخضر والزهري والبيج والاحمر او النبيتي، حلو جدا ما شاء الله. ده 375 325 325 بعد 375 لمتابعين قناه شيماء الجهني. بصوا الجمال والشياكه، ده تحسوه فستان في نفسه مش لنجري خالص، حاجه قمر كده. لا وليه هنا البوش اب بتاعه، بص الصدر بتاعه عامل ازاي ونازل طبقات كتير كده للبنات الصغننين في نفسه، في نفسهم كده، حلو قوي. ده الابيض الزهري والابيض والاسود تمام. بصوا الالوان خطير بسم الله ما شاء الله تحفه. القمر ده معانا بكام؟ ده 325 بدل 375 325 بدل 375 ما شاء الله. قولوا لنا احنا متابعين قناه الاستاذه شيماء جوهري، اوعوا تنسوا تقولوا ان انتم من المتابعين يا جماعه. طيب ايه تاني؟ ادخل بقى على القميص بروب يا ريت. بص بقى الشغل القميص بروبو سواء كان قصير او طويل، الحاجات دي حلوه قوي للدخله والصباحيه مشهورين بيها، كمان معاهم كمان الالوان اللي احنا بنحبها، معاهم الموف، معاهم الكشمير والمنت والبيبي بلو واللافندر، في شويه تشكيله محترمه هنعرفها دلوقتي كلها بالاسعار بالتفصيل. وطبعا الابيض اساسي معانا في كل الموديلات. ده الروب بتاع الميك اب ارتست، بصوا بقى في اللي هو المكتوب عليه من ورا استراس كده، وطبعا اليد بتاعته عليها شغل قمر هنا كده، الفرو ده والجبير الرفيع تمام، وفي منه الساده صح كده، وفي منه طويل ساده اهو تمام بسم الله ما شاء الله تمام، حلو قوي ده. ده طويل وريني الخيط من انواع
الفريق. اه جميل بسم الله ما شاء الله تمام. ده للمتابعين قناتي ب 300. ده للمتابعين ب 300 حلو جدا. والقصير ده 260. 260 اللي هو بتاع الميك اب ارتست كان 325. حلو جدا ما شاء الله. طيب ايه تاني هنشوفه؟ بيجاما من الروب خطيرة دي حلوة قوي. العكس بقى يعني احنا شفنا الروب معنا البيجاما بتاعته اهي عارفين انتوا ريش 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 بسبعة وزراير وطبعا بيرد مكتوب عليها ورا حلوة قوي وكوين كده قمر بسم الله ما شاء الله. القميص بروبو ايوة بصوا بقى ده ايوة فرجني كده هوت شورت وروب والروب. القميص عامل ازاي؟ سيمبل سادة خالص بصوا عامل ازاي ونازل برضو على كالوش كده حلو قوي بتاعه عالي والستان مش شعبي. الستان مش شعبي هو باين ما شاء الله. لا مكتب ياسمين الشام كله شغله لوكس يا جماعه مش شعبي خالص وخامه التل محترمه جدا وحاجه بجد راقيه. او بصوا الروب من ورا معاكي عامل ازاي مثل ما قلنا كمان التلبيس كله من 55 كيلو حلو قوي لغايه 85 55 85 بقى بتنزل مقاسات خاصه بتلبس من 90 كيلو ل 110 120 هي موديلات معينه موجوده معانا ان شاء الله شغالين عليها تمام. ممكن ناخد فكره عنها واحنا شغالين ان شاء الله. طيب القمر ده معانا بكام؟ انا هخصص لك انه بده معانا هدول الموديلات تمام. هلا هذا الموديل معانا بده من 175 من 175 حلو قوي. طب هتورينا حاجه ثاني؟ 175 ثلاث قطع ما شاء الله ثلاث قطع وشورت وقميص وروب تمام 175. وعموما الموديلات اللي هي بروبها دي بتبدا من 175 يعني. طب ايه كمان؟ تمام هوت شورت بس ده كل حرف الروب كده حرف الروب كله جبير عريض هذا كبير ومن فوق لتحت هذا كبير وعلى الصدر على الصدر بس سيمبل شويه عشان الناس بتحب الحاجه الهاديه والقميص بتاعنا برضو سيمبل قوي تمام والهوت شورت بتاعه بسم الله ما شاء الله خطير. السخان ده مش بيحرر ولا بيبقى جميله دي تمام. ده اللي طيب. متابعين قناه شيماء جوهري برضو 200 بس 200 ده حلو قوي بسم الله ما شاء الله. ده احنا عندنا تشكيل بقى في الموديلات دي عندنا طيب الوان غير الابيض لو انا حابه لون غير في طبعا في اكتر من 6 الوان بسم الله ما شاء الله وعندنا تشكيله طب ايه في عندنا تشكيل الابيض تمام. بصوا ده جميل قوي ده في شغل لا استنى بس تعالى كده بص الشغل اللي موجود فيه ده شغل كده فيه شغل استرس عمر قوي شايفه الشغل من الظهر كمان ده شغل اعلى بقى مش كده حلو قوي. طيب بصوا هنا من اول السيف بتاع الكم كده فيه شغل وطرف الكم هنا عليه جوبير ونازل على كالوش والروب من جاي بدوران من ورا كده تمام تمام. والقميص بتاعه كمان البوش اب بتاعه بصي القميص هنا مختلف حلو ده برضه بسم الله ما شاء الله. بصوا ده كله ستان ده حلو قوي وداخل فيه شغل جوبير لامع كده والقميص بتاعه البوش اب بتاعه عليه شغل برضه ده قمر. لا في تشكيله في القصير ده حلو قوي بصوا ده برضه الله ايه ده لا استنى ده جميل بصوا جاي جاي مش عارفه امسكه بصوا كده القميص من جوه من هنا شوفي القميص من جوه القميص حرير وظهره كله من ورا جوبير بصوا بقى القميص القميص من جوه حرير مش سفاني ملمس تاني غير السفاني ايوه ده خطير جميل ده تمام. خلينا متفقين ان الشغل ده يا جماعه اسعاره غير اللي احنا شفناها بس برضو اسعاره اقل من السوق لان احنا عند مكتب ياسمين الشام فاسعارنا اقل من اي حد واعلى الخامات. طيب عندنا كمان الوان تانية زي الموف وزي الكابتشينو وزي اللافندر بص القمر ده مختلف ده ريش من نوع مختلف عارفين انتوا الريش ده مش بيقع طب خلاص هتقطعه يا عم ولا ايه جميل قوي ما شاء الله عندنا كتير الوان تمام. ده بالنسبه للقصير ايوه. طيب عايزين نشوف في الطويل بص بقى الطويل بتاعه ما شاء الله خطير تحفه حلو قوي ده فستان عروسه يعني طبعا يعني واخد شغل فستان عروسه ما شاء الله انا عايزه اشوف القميص لوحده عشان ده اول قميص نشوفه بروبو بصوا حاجه قمر حاجه شياكه حاجه مميزه للعروسه اللي عايزه حاجه بروب طويله مميزه لازم تشكلي الستان من الظهر وبصي يتوسع ويتضيق معاكي ده استك الظهر ده استك حلو قوي تمام شغل من جوه البوش اب اهو تمام عندك اشكال كتير جدا في اللي هو الطويل كمان وعندك طويل الوان كمان في طويل الوان مش القصير بس بصوا
الله ده ليه كابيشو ده حلو قوي المنت ده. بص المنت ده ليه كابيشو كده، وعندنا من القصير في ليه كابيشو تقريبا صح؟ اه بصوا لا في شغل تحفه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. والقميص ليه فتحه، لا في اختلاف موديلات يعني لو انت عايزه تجيبي كل قمصانك من هنا هتلاقي فيه موديلات مختلفه كتير. ومش بس كده احنا عندنا كمان بيجامات ستان، هتلاقي التشكيله دي قمر قوي حاجه تحفه. وفي البيجامات اللي هي زي كده اسعارها مميزه واشكالها قمر والوانها مختلفه جدا عن الستانات التقليديه. بصوا كده اللون ده شيك قوي، بصي اللون ده كمان شيك قوي عكسه، اللون وعكسه في عندنا موديل برضو منه بنفس التقليم القلم بس من غير تقليم، موديل تاني بنفس التقليمه. اه اللي مش عايزين هنا بوش اب ياخدوا هنا ده من غير ده بدل 375 عليكي 325 325 البيجاما الهوت شورت دي متابعين شيماء ونملي بس نفسي تعلي صوتك تمام لمتابعين قناه شيماء جوهري تمام تسلم. طيب اللي هي دي بقى ده نفس الموديل بس ايه كبر بنفس السعر؟ لا ده 350 350 حلو قوي بس 50 تمام ده كده معانا ب 350 اللي هو ليه بوش اب من فوق حلو تصدق ولا وده طري مش خشن حلو جدا ده توب وشورت عشان الناس ما تشقلها اه هوت شورت اه حلو جدا. طيب في معانا اللي هو البنطلون طويل وفي الحاجات دي برده بسم الله ما شاء الله يعني موديلات كمان عليها على الله. بصوا دي اللي هي البنطلون الطويل موجوده وفي الحاجات دي قمر حلوه الحاجات دي مختلفه. انا بحب الزيتي في الستان قوي، بصوا الزيتي بتاعه بيبقى قمر والخامه قمر، الخامه قمر ما شاء الله الشغل ده من اعلى قوي اه جميله بسم الله ما شاء الله. طبعا في الوان يا جماعه احنا بنعرض قطعه بس عشان وقت الفيديو، لكن انا اذا كان عليا عايز افرقه والله على كل حاجه زيتي ونبيتي اه ده كده لبني ومنت ده جميل الوانه كتير حلوه الكافيه والبيج قمر اه بعيد شويه عن هو ده قطن ولا ستان ولا ده خامات اللانجيري اه بس حلو ناعم قطن بقطن. وريني التيشيرت ده حلو قوي ده حلو قوي ومقاسه كيوتي في نفسه كده يعني بصوا اه يا ريت عشان عايزه اشوف التوب كده. بصوا التوب بتاعها على فكره مقاسه حلو برده يلبس تقريبا يعني 75 80 بالظبط 80 كيلو. بصوا اهو ده مقاسه بقى ده مقاسه كده اهو حلو ما شاء الله مع الهوت شورت بتاعه. في عندك رباط من فوق وفي رباط وسط ده غير ان الخامه نفسها مطاطيه لي شويه، الخامه نفسها مطاطيه شويه كمان يعني تعرفي تلبسيها براحتك اه دلوعه قوي دي حلوه. معاكي طبعا الشورت بتاعها حاجه برده قمر قوي بعد اذنك. بصوا الشورت بتاعها عامل ازاي طبعا مع اختلاف الالوان تمام. الشورت انه كلياته ثابت اوف وايت، الشورت كله ثابت اوف وايت اللي بيتغير التوب اللي عليه اه معانا السيمون الاسود واللبني حلو قوي تمام. والاسود بتاعها هيبقى قمر. ده قلنا كام؟ ده ب 375 تمام. متابعين قناه شيماء جوهري بس ايوه، واللي يجي على المكتب يقول احنا متابعين قناه شيماء جوهري لو سمحت 325 325 حلو قوي حلوه وخامته تحفه بجد جميل ما شاء الله تمام. ده يعني تقدري تقعدي بيه اللي هو الخامه القطن اللي هو تقدري تقعدي بيها ما تحركيش حلو قوي. بصي كمان المشجرات دي شورت اه حلو قوي اه بصوا جميله شايفين الشغل وبصوا البوش اب الشغل اللي هنا برده كده طل في منه الوان الوان تمام حلو ما شاء الله. في عندنا كمان التشجيره الثانيه كمان الشغل المشجر ده الشورت ساده شورت ساده اه مختلف عن اللي قبلها والطب فوق عليه شغل موديلات كتير تمام. ده كده في الشورت نطلع بقى على نطلع بقى لسه في موديلات على فكره شورت كتير يا جماعه، احنا بس خدنا لكم كام موديل كده نتفرج عليهم. بصوا ده ايه اللون القمر ده والشياكه كده اه الشورت نفسه جاي بدوران ايوه اه جميل بس شغل عالي جميل اه حلو قوي. بص طبعا هنا بيتوسعي وتضيقي من ورا زي ما احنا عارفين في الموديلات اللي فاتت كلها شفنا حلو قوي والوانه حلوه. يا جماعه ده ستان اندونيسي برد بعيد عن الناس، ده مش ستان عادي. بصي عامل ازاي تحفه مش ستان اللي بينسف اه ده كان 400 متابعين قناه شيماء برده 375 375 عندك منه برده الوان كتير تقدري تختاري ما بينهم 350 375 375 كان 400 اه بقى 375 حلو قوي ما شاء الله. طيب هنشوف ايه تاني ننزل بقى على البناطيل يلا كفايه شورتات أو كفايه شورتات بس عايزه اقول لكم في حاجات كتير هوت شورت موجوده في الستان احنا اخدنا جزء راح تنزل باذن الله في تشكيلات ثانيه راح تنزل اكيد اوسع من بسم الله ما شاء الله تمام اوكي. ايه تاني؟ في بنطلون موديل زمان احنا عرضنا منه فوق شورت اه ده اللي عرضنا منه اللي هو ليه بوش اب ومن غير بوش اب ده كمان بقى. ده الله ده عشان
اصلا الموديل ده شيك قوي، فانتوا جايبين منه التشكيله بتاعته كلها. في منه كمان طلعنا لونين عكس بعض، اللي هو اللي في نفس اللونين عكس بعض. اه حلو قوي. وفي عندنا مش عارف في تشكيله ده كده البنطلون يا جماعه، بصي دي جميله 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 خطيره، دي حلوه قوي بس ما شاء الله راقيه قوي في نفسها. عندنا منه الوان كتير مثل اه بصي الزهري بتاعها اكتر من خمس الوان. اه فرجني على الزهري كده، بص الزهري تمام. اه والموف بتاعها برضو قمر قوي. اه احنا ما شاء الله. بصي ده موديل تاني برضو في الستاين، اللي هو بيبقى مرمي على الكتف ده. بصي الوانه حلوه، الموف قمر كل الوانه. اه بسم الله ما شاء الله. البيجاما القطن اللي احنا شفناها فوق، قلت لكم ممكن تقعدوا بيها، في منها برضو البنطلون هنا. البنطلون ايوه عجباني اصلا. بصوا حاجه بتتلكك هنا، بصوا ما شاء الله نفس الخامه. في منها هيت، في منها البنطلون بتاعها. بصي بسم الله ما شاء الله تمام حلوه. اه وفي برضو التوب ساده. اه في تشكيله يا جماعه والله، طول ما انت بتتفرجي في المكان هتلاقي كده في تشكيله ورا حلوه قوي. ده ايه بقى؟ ده الزلمه اللي مشجر برضو، في بنطلون مشجر. ايوه في بنطلون مشجر وال أيوة. والتوب هو اللي ساده، حلو جدا ما شاء الله. طب احنا اسعارنا ايه؟ هلا البناطيل البنطلون بيجامة البنطلون بتبقى معانا بتبدا من 375، بتبدا من 375 بالنسبه للستان البنطلون. تمام احنا في كمان معانا بروبو ده نفس ال نفس الموديل اللي عاجبنا. اه يمين في ناس بتعشق الفاهم. اه راقي قوي اصلا، شغلها كتير حلو كمان. درجات اللون عاجباني يعني، بصي واخده بالك درجه اللون عامله ازاي. دي في منها عكس برضو زي ما اه اللون عكسه يعني، عكس اللون اللي معروض دي الياقه رصاصي، دي الياقه سيمون. اه تمام تمام. برضو التوب بقى ايه عكس. ما شاء الله جميله جميله جميله، حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. في ثلاث قطع، التوب مع البنطلون ومع الروب بتاعها اللي فوق، حلوه جدا. طب معانا ايه تاني؟ دي متابعين قناه برضه شيماء، دي كانت 600 كانت عشان احنا مصنعنا. اه فبنشتغلها لمتابعين قناتك بس 535. حلو قوي، من 500 من 600 ل 535 ما شاء الله. عايزه اقول لكم خطيره وتلبسها شيك قوي. هنشوف ايه تاني من هنا هنكمل. تمام دي ده اربع قطع بيجامه، اربع قطع قلت لي مصنعكم. اه مصنع حلو قوي. بصوا بيجامه ساتين، بيجامه العرايس بقى حلو قوي. دي اربع قطع عبارة عن جاكيت والبنطلون. تمام جمع على بعضها كده ساتين، خطيرة دي اساسي معاكي لو انت عروسة اساسي. وهاتي منها بقى الوان والكاب ده والاندر بتاعه او المانت بتاعه، حلو قوي ده دانتيلي. تمام خطيرة. دي عندنا منها الوان تانية يا حكيم؟ اكتر من ثلاث الوان، في منها اكتر من ثلاث الوان. احنا معانا اللون الكافي الاسود، الاسود بتاعها قمر طبعا، الالوان طبعا الناس هتحبها. تمام ما شاء الله. وفي النبيتي كمان، كان في الوان كتير منها. احنا عندنا لينك تليجرام ان شاء الله هنعرضه بالرصد كده بالاخير. انا يعني عندنا حاجه الناس تدخل تتفرج عليها. اه طبعا في جروب. تمام اوكي، سيب لي كل التفاصيل اسيبها للناس يدخلوا يتفرجوا. شفنا الوانها تمام. نعمل رجاله شويه برضه يا ريت، ما عشان ما يصحش نجيب كل ده للحريم والرجاله ما فيش. دي حاجه للراجل بقى. في بيجامه 10 خمس قطع، خمس قطع. ايه بقى خمس قطع للرجاله؟ ايه روب وشورت، روب وشورت. اه طب احنا مقاساتنا للرجاله ايه؟ الرجاله بقى يعني عايزين مقاسات. ما تقلقيش الرجاله بتبدا من 55 ل 90 كيلو او 95 كيلو. ما قلقش هو ده اقصى حاجه في الرجاله. اه سمول ميديوم لارج اكس لارج 2 اكس لارج 2 اكس لارج. تمام بص ده الروب، ده الروب حلوه وبص ورجالي يعني، يعني بص عامله ازاي؟ ده جاكار. اه خطيره حلوه قوي. دي برده براند خليتها محترمه جدا على فكره. وده الشورت ده اللي عليه هسيبها له هديه يعني، يعني هينفع نسيبه كده؟ هديه له هديه. ما بتحبين بتحبين تجيب له خمس قطع، دي وسط تجيب له قطعتين كفايه بجامه واحده. تمام حلو قوي. ومعاها دي نص كم بقى. ايوه ومعاها البنطلون بتاعها. طب احنا قلنا الروب والشورت وبجامه قطعتين. اه وسليبر. اه معاها سليبر كده تمام حلو جدا. معانا الوان بقى اكتر من لون طبعا. تمام احنا نبيتي، نبيتي الكحلي قمر على فكره. معانا كده نبيتي رصاصي. الله اللون ده حلو، وحتى هي نفسها الرسمه مختلفه. تمام ابيض والابيض بتاعها كمان حلو قوي بسم الله ما شاء الله خطيره. قيمه عاليه، قيمه عاليه بالظبط كده. هي كانت 775. تمام
متابعين القناه 725 725. الطقم الرجالي ده تجيبيه له هديه كده تروقي عليه، طبعا اكيد هيجيب لك هو قدامه حاجات ثانيه كتير. بسم الله ما شاء الله بجد الوانه كلها تحفه، ولسه عندنا شغل. قلت لي الطقم بتاع الفرح، طقم الفرح ده عباره عن بصي البرا، واو بصي البنت عامل ازاي. ده بينزل كله شكل واحد ولا بتنزل تشكيله فيه؟ في تشكيله فيه. تمام حلو قوي. الله ده حلو جدا. ده تشكيله مختلفه، كله ابيض يا جماعه، وهتلاقوا تشكيله مختلفه بسم الله ما شاء الله. تمام ده كله دانتيل، وعايزه اقول لكم سيده بالظبط، وعايزه اقول لكم ان الدانتيل بتاعه ناعم مش خشن يشوكك، ده جميل جدا بسم الله ما شاء الله. طيب معانا بقى الرجالي اللي هي القطعتين، معانا منها الكحلي. تمام في ناس بتقول لك خمس قطع. انا مش عايزه اجيب له كل ده. انا عايزه بيجامه بس كده. تمام مع ان الروب والشورت ممتازين على فكره. دي قطعتين، دي قطعتين ساده ودي قطعتين جاكور. اهي دي جاكور. الجاكور يا جماعه اللي هو الساتان اللي منقش. حلو قوي. وده ساتان ساده. ماشي عندنا كل ده كده بالوانه اهي يا جماعه. تمام الوان ومقاسات، الوان ومقاسات لغايه 2 اكس لارج. ايوه سمول ميديوم لارج اكس لارج اكس لارج 5 اعزاز. تمام الالوان الساده اللي بي تي وكحلي وابيض ورصاصي. تمام واسود كمان. تمام وكذلك الجاكور. طيب ما شاء الله الطقم ده بقى يعني ما شاء الله كم قطعه كده؟ دي 10 قطع. 10 قطع الروب اللي هو روب والقميص توب. ده توب اللي من غير هنا في روب وقميص. في قميص ايوه في روب وقميص بكب. تمام وده توب وده توب هوت شورت وهوت شورت بنطلون والبنطلون سليبر. تمام براو والبنتي والمنامه والتوكت شعر. يعني في تفاصيل ثانيه كده صغيره حلوه. عايز اقول لكم بقى طبعا في الوان كتير زي ما احنا شايفين كده. وانا كتير بسم الله ما شاء الله. تمام ده ظهر لبني في منها النبيتي في منها البترولي والابيض. حلو قوي بصوا اللون البترولي اصلا خطير. دي تمام كانت 800 ب 800 متابعين قناه حضرتك بس استاذه شيماء 675 بس 675. اوعى تنسوا تقولوا تبع قناه شيماء الجوهر عشان تاخدوا العروض اللي احنا بنقولها دلوقتي. دي قطعتين، دي قطعتين بيجامه. زي ما في الرجالي عدد قطع وفي في الحريمي عدد قطع، وفي قطعتين في الرجالي في الحريمي قطعتين. هاتي اللي يروق ليكي ويناسبك وعلى حسب استعمالك. بألوانها بقى براحتك خالص. الله دي جميله. ما شاء الله. تمام هي دي المعروضه ولا المعروضه حاجه ثانيه؟ دي المعروضه. دي ناعمه قوي خطيره ما شاء الله ولونها شيك قوي. طب بص بقى هو بلون البوستر بره في اسود اهو وفي اللبني دي، وشفنا منها اللون السيمون اللي مدي على كابتشينو كده. تمام وادي في لون كشمير كمان، في شويه الوان تحفه. كل دي كده الوانها ما شاء الله. تمام لون السيمون والاسود والابيض والنيدي والكشمير في منها الوان. تمام دي قطعتين. دي متابعين قناتي 400 بدل 475 425. حلو جدا بدل 475 425 ما شاء الله. هنشوف ايه تاني؟ ندخل على الطويل. تعالوا بقى نبص على الطويل. بص الطويل ده حلو قوي، ده يشبه اللي احنا شفناه جوه القصير بس في الطويل بتاعه. بصوا شفنا القصير بتاعه. تمام ياخد شكل الجسم وخطير. ده كده معانا منه اللون الكشمير او الكابتشينو. وده القصير اللي شفناه برضو. كل ده يا جماعه في بصوا يعني في الوان. واقفه كده هتلاقي الوان اهو. عندنا لون المنت. تمام الابيض والابيض او الاوف وايت والروز البودره ده. تمام البيج والبيبي بلو خطير. في الشامبي جميل. في الوان في الابيض وفي الابيض، يعني في اوف وايت وفي ابيض ما شاء الله. طيب وده كمان عندنا منه برضو كل الالوان. بصوا يا جماعه مش طويل قوي يعني هو قصير من قدام يعتبر او قصير من الجنبين او ايوه ليه قصيته يعني. بص ايوه هو في قصه من اربع اتجاهات. قصه من اربع اتجاهات قصير من هنا طويل من الجنبين. تمام من طويل من الركبه للركبه. حلو جدا ما شاء الله. بصوا ده برضو كده معانا اللون الكافيه ده او البيج. معانا بقى كل الوان تحفه. الموديل ده بحبه. بصي من ده قمر وفتح كمان. والمنت. تمام الاحمر او النبيتي ده قمر ده برضو ده دم الغزال بيسموه. انا مسميه دم الغزال في زيت الغامق. الالوان الزيتي بقى. تمام عندنا الموف برضو حلو ما شاء الله. جميل جميل جميل. وفي موديلات كتير في المشجر. في شفنا القصير بتاعه برضو انتو وفي الاوف شولدر ده كمان ده حلو قوي. ده اول موديل نشوفه اوف شولدر ولا ده معاه حاجه؟ لا اوف شولدر. حلو قوي حلو قوي ده. فتحه كمان وبصي فتحه
خطير بسم الله ما شاء الله، جميل قوي ده. عندنا منه الوان تانية مش كده؟ حتى ده طويل، عايز اقول لكم في منه القصير بتاعه بالوانه بقى بالظبط كده، ده جميل، ده لون لافندر كده شياكه ما شاء الله. تمام، كل دي يا جماعه موديلات طويله وقصيره، هتلاقوا منها حلو قوي. والعبايات الستات برده موجود معانا اهو بسم الله ما شاء الله، هتلاقي بصي الكم بتاعها هجيلك حالا، بصي الكم بتاعها برده دي حاجه كده للدلع، بصي ده خطير بسم الله ما شاء الله. تمام، كل دي يا جماعه موديلات اتفرجنا عليها جوه، كل ياسمين الشام معمول عرض على كل قطعه فيه بسم الله ما شاء الله، اسعار مميزه جدا. قلنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات، والارقام طول ما الفيديو كان شغال موجوده اسفل الشاشه للتواصل معاهم. ما تنسيش تقولي طبعا قناه شامع جوهري عشان تستفيدي بالاسعار والعروض اللي موجوده معانا النهارده. بجد الفيديو كان مميز وانبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.